السلام عليكم جماعة البريمير لايس، عنا فيديو جديد خاص بالمعالم مراجعة الاختبار إن شاء الله. تمرين هاي مثل تمرين الطرح في الاختبارات، يعني إن شاء الله بعد الفيديو هذا راح تعرف تجاوب على هذا النوع من التمارين اللي تتكلم على المعالم. كما نبالك بلي هذا النوع من التمارين سهلة وبسيطة، فيها قوانين لازم تعرف كيفاش تطبقها. صح، نبدأ التمرين. وش يقول؟ قال لك لدينا A B C، أعطانا الأحداثية تاعهم. عطالك السؤال الأول، قال لك عين معامل توجيه بي سي ثم استنتج معادلة المستقيم بي سي. معامل التوجيه كما عندكم اللي هو عندنا الإيكغاك المستقيم يساوي أ إكس زائد بي، متفقين؟ معامل التوجيه تاعو شنو هو؟ هو هذا الأ، هذا هو معامل التوجيه. هذا كيفاش نحسبه؟ القانون تاعو واش يقول؟ القانون تاعو يقول لك بلي أ يساوي إكس واحد عفوا إيكغاك واحد ناقص إيكغاك اثنين على إكس واحد ناقص إكس اثنين. حاب يقول شنو هذا إيكغاك واحد وشنو هذا إكس اثنين؟ حاب يقول هنا واش عندنا؟ عندنا بي سي. اسمع، مثلا ندير إيكغاك بي ناقص إيكغاك سي على إكس بي ناقص إكس تاع سي، متفقين؟ وشنو راح ندير؟ هاي نعوضو الأ تاعنا واش يساوي؟ إيكغاك تاع البي هو صفر ناقص الإيكغاك تاع السي اللي هو ناقص أربعة. جماعة ناقص هذا تلقى هنا ما نغلطش، على الإكس تاع البي اللي هو ثلاثة ناقص الإكس تاع الأخر اللي هو ناقص ثلاثة. واش تساوي لنا هذه؟ ناقص مع الناقص تعطينا أربعة، ناقص مع الناقص تعطينا زائد ثلاثة، زائد ثلاثة يعطينا ستة. بالمختصر يعني نختزلوها تعطينا زوج على ثلاثة. هذا هو الـ A تاعي، متفقين؟ الآن كيفاش نستنتج معادلة المستقيم؟ خلاص أنا عندي الـ A، وشنو هي؟ إيكغاك الـ A تاعنا وشنو هو؟ هو ناقص 2 على 3 إكس زائد بي. وشنو راح ندير؟ نحكم إما الـ B إما الـ C، خاطش بين زوج ينتميو لهذا المستقيم، نجي وش ندير؟ نعوضهم في هذه المعادلة. بكل بساطة من الأفضل نروح نعوض الـ B، خاطش فيها الصفر باش يسهل عليا. تسمى الـ إيكغاك تاعي وشنو هو؟ 0 يساوي 2 على 3 الإكس تاعنا وشنو هو في البي؟ هو 3. شوف معايا، هاد الزيرو هاوليك وهاد 3 هايليك زائد بي. إذا البي وشو يساوي؟ عندو 2 في 3 على 3 شنو تعطينا؟ معليش هاي نكتبوها باش ما تلفلكش، يساوي 6 على 3 زائد بي ويساوي الصفر، متفقين؟ 6 على 3 شحال هي؟ زوج. زوج زائد بي يساوي الزيرو. تسمى البي وش يساوي؟ كي ندوز زوج منها ناقص 2. بيقول معادلة المستقيم تاعي وشنو هي؟ معادلة المستقيم، مستقيم بي سي هي إيكغاك يساوي 2 على 3 إكس زائد أو ناقص 2. أسكو متفقين؟ إذا جماعة واش قال لي هنايا؟ قال لي عين ان بحيث ب نظيرة ان بالنسبة نظيرة ا بالنسبة الى ان. واش معنى هذا الكلام؟ واش معنى هذا الكلام؟ هاي نروح نديرها بشكل سريع. الا والبي، واش حاب يقول باش تكون البي نظيرة تاع ا؟ حاب يقول الان هذه لازم تكون وين؟ في المنتصف. كيفاش نحسبوا منتصف شعاع؟ ممتاز. منتصف نقولوا له هكذا، بي نظيرة ا بالنسبة الى ان، معناه أن أن منتصف القطعة AB. واش حاب يقول منتصف القطعة؟ كيفاش نستخرجوها؟ إحداثية المنتصف XB زائد XA على 2. X تاع البي شحال؟ 3 زائد، معليش نكتبوا القانون جماعة باش ما ينقصوناش، XB زائد XA على 2، ومن بعد YB زائد YA على 2. معايا الاكس تاع البي زائد هذا قسمة 2 والاكس تاع هذا زائد هذا قسمة 2. نعوضوهم واش يعطونا؟ الاكس تاع البي 3 زائد الاكس تاع الا 1 قسمة 2، الاكس تاع البي 0 زائد الاكس تاع الا 2 قسمة 2. واش تساوي لي؟ 3 زائد 1 4، 4 قسمة 2 2، 0 زائد 2 0 2 قسمة 2 1. حبي يقول الآن تاعنا هي
واحد اثنين واحد. سؤال المراه قال لك احسب الاطوال ادي وادي وبيدي. قانون تحسب الاطوال شنو هو؟ هو هذاك القانون تاع الجذر. ها نديرو تمتم واش عندنا؟ عندنا الشعاع نبدا عندنا الطول ابي. القانون واش يقول؟ اكس بي ناقص اكس ا اس 2 زائد ايغريك بي ناقص ايغريك ا اس 2. هاي نجيو نعوضو الاكس ال بي اكس ال بي 3 ناقص اكس ال ا 1 اس 2 زائد ايغريك ال بي 0 ناقص الايغريك ال ا اللي هو زوج اس 2. واش يساوي لي؟ 3 ناقص 1 زوج اس 2 زائد ناقص 2 اس 2. هنا كي تكون تخدم الكالكولاتريس عندك ناقص 2 ما تنساش دير الاقواس في الكالكولاتريس، لانه اذا ما درتش الاقواس حتخرج لك عمليه خاطئه. متفقين؟ واش تساوي لي؟ 4 زائد 4 وتساوي جذر 8. بزاف تلاميذ يقول لي استاذ كان نقدر نحو الاس مع الجذر. لا لا ما تقدرش لانه عندك الجمع. متفاهمين؟ اسمع ابي هو جذر 8. نروحو نحسبو بي سي ولا قالنا بي دي ماشي بي سي. بي سي ما عندناش. غادي نحسب لي بي دي. كيفاش نديرو؟ اكس دي ناقص اكس بي على 2 زائد ايغريك دي ناقص ايغريك بي على 2 الكل اس 2 الكل اس 2 عفوا. هنايا يقول لي تلميذ اسكو نقدر نقلب؟ نعم عادي، لانه الطول ا بي ولا الطول بي ا كيف كيف، تسمى تقدر تقلب الحروف. يعني الطول بي دي ولا دي بي كيف كيف، تسمى قلب الحروف كيما تحب. ا لاز ما يصرا والو. معليش حنا نروحو نعوضو. اكس تال دي شحال؟ هو صفر ناقص اكس تال دي اللي هو 3 اس 2 زائد الايغريك تاع دي اللي هو 1 ناقص الايغريك تاع دي اللي هو صفر. متفقين؟ هاي نديرو ناقص 3 اس 2 شحال؟ 9 زائد 1 شحال تعطيني؟ يساوي جذر 10. صح. نروحو نحسبو الطول ادي. راح نسرع شويه هنا خلاص. القانون انا نعرفوه نعوض ديريكت. اكس دي ناقص اكس ا اس 2 زائد ايغريك دي ناقص ايغريك ا اس 2. واش تساوي لي؟ الجذر تاع اكس دي اللي هو 0 0 ناقص 1 اس 2 زائد 1 ناقص 2 كل اس 2. واش تساوي لي؟ ناقص 1 اس 2 اللي هو 1 1 ناقص 1 اللي هو اس 2 1. كي نجمعهم واش يعطونا؟ يعطونا جذر 2. تما واش قال لك؟ قال لك مور ما تحسبهم هذا ا بي هذا دي دي وهذا ا دي. قال لك مور ما تحسبهم استنتج نوع المثلث. نوع المثلث واش نقول له؟ نروح نشوفوا اطول. اسكو اولا هل كلهم متساويين؟ لا لا، يعني ماشي متقاس الاضلاع. اسكو كاين زوج متساويين؟ لا لا، اسمع ماشي متساوي الساقين. واش نروح ندير بين نروح نطبق نظريه الفيثاغورس العكسيه؟ واش تقول؟ نروح نشوف اطول دال. شكون هو اطول دال؟ هذا. واش نقول له؟ نقول له بي دي اس 2 يساوي جذر 10 اس 2 ويساوي 10. نروح نزيدو الاخرين. ا بي اس 2 زائد ا دي اس 2 واش يساوي؟ جذر 8 اس 2 زائد جذر 2 اس 2 واش تساوي لي؟ 8 زائد 2 وتساوي 10. منه حسب نظريه فيثاغورس فان بي دي مربع، نديرها بلون اخر، بي دي مربع تساوي ا دي مربع زائد ا بي مربع. اذا المثلث تشبه قائم وين؟ قائم في ا. اسكو نفهم الان اش قال لك؟ احسب مركز دائره محيطه بالمثلث ا بي دي. احنا عملنا مركز دائره صح، احنا كتبها هنا كملاحظه ما انتم تطبقوها وحدكم. مركز دائره محيطه بالمثلث شوفوا عليها. مركز دائره محيطه بالمثلث القائم وين راهي؟ وين تكون؟ هي منتصف الوتر. بيقول هنا هي منتصف بي دي. تروحوا تحسبوها بنفس الطريقة كما حسبنا الآن مقبل. جماعة كان هذا تمرين خاص بالمعالم. تمرين هايل، فيه كاع الأفكار، فيه فكرة كيفاش نحسبوا إحداثية شعاع، فيه فكرة كيفاش نحسبوا مركبة شعاع أقصد، فيه فكرة كيفاش نحسبوا إحداثية منتصف، فيه فكرة كيفاش نحسبوا الأطوال، و
فيه بعض الأفكار الخاصة بالدائرة المحيطة بالمثلث. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. أي سؤال خلوه في التعليقات. بالتوفيق.